هذا الفيديو نحكي عن مثال حقيقي للبيج داتا. فيسبوك بتقوم بتتبع أسماء المستخدمين الكاملين الموجودين عندها، تتبع صور البيانات، مقاطع الفيديو، الرسائل المسجلة، الرسائل المكتوبة، كل شيء بيحصل على الفيسبوك فيسبوك بتتبع هذا الإجراء أو هذا النشاط. يعني عندهم بيانات هائلة مليئة ومتنوعة لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم. طبعا كل ثانية في سلوك مختلف لل 2 مليار هدول، وهذا الشيء نوع أو بيعطيني مثال على البيج داتا الموجودة عندي في العالم. طبعا مش هذا المثال لحاله، مثال الفاينانشال تريدينج داتا اللي هي البيانات المالية الخاصة بالتجارة المالية أو بالسوق المالي. تحس انه في البورصات مثلا او في الاسهم كل ثانية في سلوك مختلف للسهم، في سعر مختلف. طبعا هدول البيانات تعتبر بيانات هائلة، لانه انت عندك كل ثانية في عندك قراءة مختلفة. بالتالي تخيل انت لو عندك 3 سنين كم قراءة تكون موجود على 3 سنين فقط. بالتالي احنا هون بنحكي عن بيج داتا. البيج داتا هاي محتاجة لطرق للتعامل معها، طرق انك تحافظ عليها، طرق انك تجمعها، انك تعالجها، وانك تنظفها، وبعد كده تجهزها لحتى تفوت في التحليل. هذا مثال او مثالين فينا نقول من الامثلة الحقيقية اللي بتحكي عن تنوع وعدد هائل من البيانات الموجودة في عالمنا، لحتى تكون الصورة اوضح، لحتى هلقيت نبلش نربط الكلام اللي بنحكيه مع امثلة حقيقية من واقعنا.